اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. إن شاء المولى وحق بالله بإنا سورة الحج بالله وقيد إلى آية بشأن يتبنات سورة الحج وسورة الله يلا باتنات ترتيب القرآن الكريم كأه آية ده رواة الضباطن من سيدين سورة الحج مدنية على الأكثر سيد الله بدن يهوى مدن سورة ده مدينة ده. لكن جو جاد وجب جو جم في الأويا جو جاد أما صدر أوه الله يساعد وأماكن الصدارة بعث غير يجزها يرسالة توحيدها يشرك بها أهوال القيام أنت أصلاً ما يفشى كين وهل كل دقي سورة ذا ما في جاءها من عقل التشريع يفشى كين وجو سورة ذا ما ذن جاءها جهادك يحجك يردن عاصي فشه كين بك سورة دو حلوب بدن يهي إن المدني تهي جو جادن هو مكي وياه علماء قارباء لو رأي دور ما يهو مكي علماء قارباء قارباء وحاولي واسخوا لحدر بينها مكي يمدن حصاها وحاولي القرآن نبغى الصفة لسيود دقيق بي كمي تهي بك سورة دو مكي يمدن بسيطة دي بيوها الله يساوي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم كوا آيات كمدة قرآن كريم كأسيل الله بدن يهي مكا علم الغافات حد كتل سن يهي بيدهين السورة ده كلا وحال الله وضع مقب كي حكا لسوع السورة ده لكي لقرر بسورة البرع قل يلو آيات سورة ده المكمدة إليه وحال السورة عسن يهي إني آيات قرآن التحي يا إنت بدن الله سبحانه وتعالى سورة ده وحال الله بالله بدد وينها الله اللي يهي سيدة سورة لها مكة وحال الله وعليه سيدة سورة لها مكة يا أيها الناس سورة لها مدني يا أيها الذين آمنوا إن الشرع بالي خمسة يا سوما مؤمنين تا شرع الأمر وأمة الإجابة هو أجيب الدعوة يا وحال الله أمر يا أيها الذين آمنوا ددوينها قود مركة الله يا أيها الناس أمة الدعوة أمة الإجابة الله مدر يا أيها الناس صدتك يوم اتقوا ربكم ربي ذن كبقى عبادة الله ما ذوقه الله إذن أمره يالا محايلا إذن كدن بي إن زلزلة الساعة ساعة اللولو للداد أي وحلولو ليتاي شيء شيء وي عظيم نوين يوم ما لي ويترونها اللولو كأذرك تذهلوا إني إلوبي كل مرضعك جبل وحن يجيس كل جيد أما أرضع الوحن الجنس وتضعوا ويدجين ويدعين كل ذات حمل أضمد صاحب كل ذات حملها وكذا marka dadka muuminiinta amarkaas la ina seenay waxay ka dambeeyay la leeyahay zalzalatu saa saad zalzaladaasi waxa weeye dhulkuna waa gariiraya dadka qalbigiisuna waa gariir waa la baqdin baa jirta sidaas oo kale marka waxa la leeyahay zalzaladan culimada qaar aan badnayn baa waxay leeyahay waa qiyaamaha marka la joogo laakiin uma eka waa qabla nafxa weeye nafxada hore horteeda weeye marka wax waliba soo dhawaadaan وجودي وجودي عيسيو قرحدو هلكا كسو بخدو markaas waxa imanaya wax dadka ka arki bixiya imanay wa nafqadi baa lagu dhawaaqay nafqati alfajja tiyaar bixinay sabab lagu dhawaaq markaas dadko dhani wadani xogaba dhawr kale ay leeyeen ilmiyan taam noqonin tii nuujinaysa ilmaha dadka ugu jecelay iyo ka qaadiyada weli go'dinin taadana waxay tilmaamaysaa iyadoo naas ka afkoobay dadkuna way waalayeen khamrina kama waala yaa yuhanna اتقوا ربكم ربك كبقى إن زلزلة الساعة ساعدك للنولد داغو أما قريرين تابو شيء عظيمون مركي نفقدك وبعد لا أطوفا نفقة الفزع وهو اللي بقى جزعان وقطعه دوال كاكس وبعضه وتوقد لا أقبل إيوان وهي أبان ورلو أكي تيرين بقى إيمانو نلخي والله كلا جلد الله عينا يأي عركي والله بابينا يأي خلاص روح مركات شوغان يوم ما لو يترونها هذا أركي سيوم كالتيس هذا سوحو يوم كان الزلزلده اللي ترونها زلزلده قصه ولا قد يوم ما لين ترونها قصه اذر كيسان تذهل اني خلمامش كل مرضعه قبل وحن يجيس كل جيد اما في ارض علي من جنس هو انك وحرف تفجع الولوان ويلو دبا اني هيسي ان كلمه ما قادنش وتضع ويد جن كل ذات حمل ارمد صاحبه كل جيد حملها وركيده وترنا صدت كينا وضعت السكارى إني واليه يعني سيدي وحوالوي وما هم يقوم بسكاراك وكوالا عن خمر والشراب وحي عبين كموالين
dibaatada jirta waashay oo sidii dad waalan oo kale yey u dhaqmayaa walakin cadaab allah jaljalada inta leeg ee cabsidaale ee baba ale cadaab tiba ka sii daran baale ka sii dambeeyay walakin cadaab allah cadaab allah shadiid ku daran waxa la ino leeyahay waralihiina ka baqa oo kayd samaysta oo alla ka amar qaata waxa sa dambeeyay wey oo qiyaamadu waa dhicideedu waxa sa ka horeeya markii qiyaamada la tageen cadaabtu wax la mid hiba jirin ya meesha biyaan markii aayada nabigu aqriyay safar bay ahaayeen saxaabadu waxay way dhibaato way naxeen oo naxdin baa timid markaa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam bishaareysta buu bishaareysta waxa weeye waxaad khaalis oo kama tihidin inaad thuluthu thuluthu naas inaad noqotaan haabaa waxaan rajaynayaa buu subc inaad noqotaan waxaan u wadaa nis inaad noqotaan waxaan rajaynayaa waxaad dadka kala mid tihiin buu yidhi bar neef ku taala yaad yari waxaad ka qabtaan dadka tihiin mumnasha dadka la cadaabayaan juuji iyo ma'juuji iyo wixii lamid ihi jaahiligi iyo waxaasoo dhan baa naarta laga buuxi idinka meel bal idinka heli maayo naar alla dee waxa weeye wuu ka heli hadduu ciddu la doonee macnaha naartu idinka waxa weeye sidaas ma tiidin baa la leeyay ummadda maxamediyada wey bishaarada wa tara naasa dadka waad arki sukaara iyago waa leh haddaad goobjooga ha lahayd wey tara naasa waxaa la leeyay yacni haddaad meeshaa taagnaan lahayd sukaara iyago waalan wamaa hum bisukaara mana waala sharaab kama waale argaga xaal waale iyo dhibaatada jirta walaakina cadaab allah cadaabka alle shadiidu wuu kasii daran yahay argagaxa intaa leeg ee laga argagaxay waxaa kasii daran cadaabkii marka waxa weeye dee idinkoo daciifnimadaan oo xataa inta yaroo qaylada oo soo yeedhay aanu adkaysan karayn cadaabkaasa dambeeye war ilaahayna ka baqan wey ilaah ka baqdintiisuna waa maxay taqwada waimtisaalu alawaamir waijtinaab anawaahi wixii alla kaa nahayo ka joogsato gebi ahaanba aan lagugu arag wixii lagu amrayood la timaada inta aniga awoodaana intaasaad cadaabka kaga badbaadi argagaxaa kaga badbaadi alfajacu lakbar waa kii la yidhi dadka muminiinta alfajacu lakbar iyaga ka dhicin maayo wa min annaasi marka dadka waxaa ka mida man dad baa ka mida yujaadilu murmi fi llahi fi wujuudi illahi ilaahay jiritaankiisa ku murmi bigayri cilmin cilmi la-aan wayatabicu raaci kula shaydaani shaydaan kulligii mariigin oo madax adag oo garmaqaata ah saddex qolaa lainoo sheegay dadka muqalladiinta ah muqallidiinta ahoo dadku hogaaminayaan a'imatu dalaal baa hogaaminaya oo culimmadu ay yidhaahdeen waxaa soo gelaya albidca a'imatu lbidca way soo gelayaan kuwa shaydaamo weeye bidcadu iyo shirkiga iyo xumaanta dadka u horseeda marka waa dadka muqallidiinta ah qaybtan dadka iyagu iskood u kibriy oo iyagoo wax fikradaba haynin iska lunsanna waa qaybta ku xigta dadka shakiga qaboo ducafada ah oo waxa weeye lugna ku dayaya lugna dibadda dhiganaya saddexdaa qolaa lainoo sheegay saddex lugana way jiraan marka meesha waa aimatu dalaal dadka ay lumiyeen weeyaan oo culimmadu waxay yidhahdeen saxaabadu waa bidcada yaa kowka abay yidhaahdeen albaatiniya waalbidac kulluha waa aimatu dalaal marka macnaha waxaa laga rabaa qof dalaal ku jira ha garba tabsanin oo ha raaci oo seer kaga badbaadi daliil la-aan ha ku raacin weyn ruuxna ruuxna ha dhihin intuu wax kuu sheego ha iska raacin haya raac ha noqon sii wax loo sheegaba haya yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid ah yujaadilu murmi fi illaah alla jiritaankiisa ama qudradiisa ku murmi nabar bin xaarif bay aayaddu markaa kusoo degtaa la leeyahay oo ilaahay siduu wax usoo celin karaa buu leeyahay bigayri cilmin cilmi la-aan isaguo cilmi uu hayay iyo waxuu ogyahay midna male laakiin wayatabicu wuxuu raaci kulla shaydaani shaydaan kulligii mariidin oo garmaqaatahoo madax adag shaydaankaasu shaydaan maroole iyo shaydaan qarsoone labaduba wey shaydaan qarsoone waa shaydaankan caadiga ah shaydaan maroolena waa qofka bani aadamka ah oo luqadaada ku hadlayo saad u hadlayso u hadlaya oo isagakaa dhiginna seexinaya waa shaydaan maroole wey shaydaan qarsoonaha marka sagaalun baa laga magangeli si kaloo laysaga celiya male acuudu billahi min ashaytaani rajiim ood fahamta khidadiisa shaydaan maroolaha yaa daran shaydaan maroolaha kula afka ahoo meelo badan kaasoo geli kara marka shaydaan maroolaha iska difaac cilmi iskaga difaac oo hadduu kuula yimaado maxaad haysaa dheh keen daliilde weligaa daliil la-aan ruuxna ha raacay allah wuxuu leeyahay kutiba waxaa la waajibiyey calayhi cala ashaytaani shaydaan waxaa lagu waajibiyey annahu shaydaanka man tawallaahu qofkii ka weli yeesho oo raaca oo dabagala fa annahu shaydaanku yudilluhu uu lumin yahdiihi wuxuu ku hanuunin oo ku hogaamin ilaa cadaabi saciiri
أولي العذاب فيسا عذاب كالصعير اللي إله دو أولي اللي يكوه قامل الله شهدان وقام واجب لكي عدي فاعدة إلى النار تقلان لأمل أن جهنم منك ومن طلعات هذه عدي كل رعد النار تقلين شهدان كواسدا بركة شهدان كالنوع عاصر سيد فضودنا كل رعد واختها سيد فضود الدكتوني لأن أداد كل رعده هذه قادة ما شايت لكي لقوم قرار ماهي قروا سكوه الميسي وقع علم برنائي واسدا فوحا من سنة ينكا علم بنيه دليل ويديس ولي يا أفتي شكليها كل رعد كتبه وحاله واجبية عليه الشيطان وحاله واجبية أنه الشيطان من تولاه قصي كسا تولي بستوكه قامي يلكتا وصاحب قدكتا فأنه الشيطان يضله وها اللين ويهديه وحقها نون إلى عذاب السعير قبشت النار تيذا أما النار تيذا قبني توقلون يا أيها الناس مر شكي قصي ألا كدو دي لما الدليل بالنا صهر دي يا مروح اللي نود دليل بالله بيهرة مره بي أحد أكتهين وماشى اللي ذكابوري أكتهين سعليت وحلاق شكي معها مرنا دول خلينا صهر ليه إنه أرجنا بعيسى كذا الله صلنا عليه يا أيها الناس صدق يوم إن كنتم هداتين في ريب شك من البعث صباح أنت صدق جسد كيسي روحي صلا صباح شكي بهد كتره والبلاو بيهرة مروح فإن أنا خلقناكم وان إذا أبور من تراب عرها لذكابوره أبيهن آدم بعث الله أبوري ثم من نطفة عن لوف باني لك أبوري عن لوف يرى مالك البعلي جرية دي سيوه عن لوف يرى انت فهمت الوقود بعي عن لوف كلا أقود تكتي ثم من علاقة علاقة لك أبوري وإن يرى ديقه هيلبة وإن يرى ديقه أني راهده ثم من مضغة إن يرى عدأ يهدنا النقون إيسان مخلقة ولا أبوري ولا السوري وغير مخلقة تلا السوري غير كذا يدو ولي السوري صورنا عنه فمثل وحوي سيد النبي كوت المامي عن لوف مركي سحمك كل عضه لنا عبد بركي كل ذي سحمك اللي حجي صعق عبد بركي سيا ليق قاضي صف أفرت نبي بهالك عن لوف يضو أي كوت ليس ليق بيشوف بدلي مركا أفرت نبي بدوه إنه حيشوف بدلي إن يرى على قا أفرت كاهر على قدر يشوف بدلي أفرت كدره يلي بيشوف بدلي أفرت لما بقول يلا بعدين نبي مركي شوكته يلا الصورين مركا أو قعمة يوحى سلويين انت بدن وحا حق الرجل كي مادا واللفاها ايو سيدها ايو حددها ايو حق الرجل وحا كي مادا يالا قسمين حق الدمر كوحا كي مادا وهيلف كي يليق ايو وحا هولي مركي الله الصورة ايو يي قارنا صور دعين ايان وصور هديان او يصور دعي سايمان ايو قارنا ايو وطام نمو نقونا يا تامو نقونا يا مخلق وغير مخلق مخلق اللفتيس يا مرنا قارنا بعشنا قارنا ثامن ما كن صار دلنا غير مخلق لبيب نمدي أما هي لبيب نمدي بيكون صار دعوان ما كتاس هذه مثلا في خيال الله كي أنا وين في عدد ومكروبها وين في أنت دي كسر بروتو كتم هذا وحوي ويخبو بعلم دليل ولا تلح مال أجلهم أن يضع عن حمله النصوما يا جل هالناس ضدك يا وإن كنتم هدات كل سجنت في الريب الشك من البعث صوب حنتها جلست كي الروح ذا الصوب حن وبلو بيهورة بنهرت الدراسات في السماية ساتات كو قرانا إسانا فإنانو خلقناكم وان ابن أبو رمين تراب العفو يعني خلقنا أباكم آدم عرى لغا أبو ري ثم من نطفة هدنا عن لوفا لذكا أبو ري إذن كه عن لوف جارو ميال لغو بالعيين ثم من علاقة حنجيب بعد نقطين وتخصية تطورتين ثم من مضغة إنهي لبه مخلقة الله أبو ري والسوري وغير مخلقة السوري غير كيدو يدو هيلب فيها يصور عيسى محان سيدا إذن كل شيء أقنون إذن كو أبوه لنبين لكم إنا إذن عدينا قدرتنا قدرتنا قدرة إذن إنا نعرف إذن كأبوه وعن لوفي تدور كأصوم مرتين سي قدرة الله أسكو قتانين والله بعثي بنا كاريكار أبوه كي هرام قطع إيه أبوه كي هرام كاد أمين تيني حالة دو سيدا تاي وحاوي يمر لبات صبحين تلب مالا إنا تفهم ويدا سورة دل ماء إكو هرام بنا تفهم لنبين لكم واسيدا إنا إذن عدينا إنا نصاب بعثين كرر نصاب بعين كرر يا سائلين كل شيء لنا إنا أبيوجين يسبي يا أبو كني أعلم لأنه بين لكم إننا عدينا أن نقدر البعثة صابحيننا كرر يا سائلين كل عدينين مركب ما من شك ما يصير قفك فهمه بالله وهره صابحيننا نجيبلهين قياس كذيل لقي عقل جينا صابحين ذا بكرد بير مرة بعد السعودي يا بكرد بير حق الله واسع جميل
ونقر وانكسر بين فلا حامر حم كما نشاء وحن الضون الى اجل من مسمى المقعد وصفي عن بؤدلا وحن الضون حم كان كسر بين سجال في سيد لما تون في سيد لازم دمايسان قارن بعد سنين بي كسو دعيان نقر ونكسر فلا حامر حم كما نشاء وحن الضون الى اجل من مسمى المقعد سجال بلود يح بلود باوير قبل ما تلافر بلود ما كور كسر الله سوريه أفضل بلودي يتبنها بين إلمه ودقاقة يا مركة روح ذا لقليه الكاس ودقاقة بلاب ووحي عدة إنتا الله قدقا إنتا وحي كالتما يقار ويصود عينيا ويصود جين قارنا وحوي تامني مرضي بين قنا ونقر في الأرحام ما نشاو إلى أجل مسمى ثم نخرجكم والدي صوت صارين نفل الحالة الضعيفة نفل واحد ضعيفة نفل الليلة إذن كو ضعيفة وأن واحد تبر لهاي ودبا تدي أدينكم مكان صوب حدين ضريمي لكن أن تبر لهاي المثل إنه مرت صور دشوا، فرس هذا جعنت ساتر كهار قبل مهاي، هذا شرق صور دور مهاي، إلى دور عسل تشوف شيئا فشيئا بيسوع وجهتنا يا دور مال متكدي بودرين كما حين وحي شنقنا بسلا أو دور يا إيش أنا وكم قبلناي، وحي الله سيانا قمات وافق وقوم موصناي، نخرجك واحد صور صار إن أدري فلان يدين كوت خبر دارن، ثم اللي تبل قوة حد جالسان أشدكم حوجين حد جالسان. وشيئا فشيئا ويتبر دفينه مالين بمالين تكدى ما يتوحوه وكر ليه لبكير تدحكير حب بقال مركز ما يتقع ثلان ثلاثة قادة ثم اللي تبلغوا هادين أتقادان أشدكم حبين ومنكم محايد كمير من ضد بايد كمير يتوفى العصون للدليل يسابر دان ليراه للدليل ومنكم محايد كمير من ضد يرد اللعلم إلى الدليل عمر عمر مثل أغحن أكيد النبي قال لبريان شيء خارج فور روح النقل عن تتر والنقلين قارن اللي يرى يدين كوه حروب اللي بعد ما نشى أولي ذي نوسان قارن يجوا عن تتر بيجوا على قصمي منكم واحد كمذا من ضد هو فعل أصلا يورد اللي يرى ومنكم واحد كمذا من ضد يرد له على إداء الدليل عمر بعهر كان لو قاتم لكي لا يعلم سيبنا وحبه أجانين من بعد علم أنت وحقك كذب شيئا شيئا أجانين معناها ثلاث لبت لا واحد كتوسين إني ولا يوح كلا بذلك الرسول عليه كرا ilmihi la adam kala gaaburay oo aqliga taamka iyo cilmiga lahaa ku soo barbaaray yaa wuxuu dib ugu noqonaya cilmi laan iyo kharis sida arruurti isaga baroodan markuu gaajoodo waxa weeye ruuxu hadda arkay ku bariyarka ma kala garanay kuma dahay buuleeyahay waxba hadda garanay kuma dahay buuleeyahay kharis buu noqonay waxa aan tabka loo yaqaan buu noqon cilmigiisi iyo aragiisi iyo maqalkiisi waa awliga way baabay marka taa qudheeda waxay ku tusinaysaa Allaah inuu wax walba kala bedeli karo umar basii u bedeli karo ilaah li kay la yaclama si uu ogaanin min baadi cilmi dabadi shaan waxba taas waxa weeye bilowgii baa leeno daliliyay Allaah inuu wax soo bixin karo bilowgii niba laga soo qaaday taana wax dafirsani ma jiro wa tara al arda hada dadka la yiraahdo mulhidinta dabeecada wax samaysay baydan iyaga la soo dabeecada wax samaysay baydan و إيش كسر ما يسمى مي له ذا دبع عدسة مركز سوى حل ذي دبع عدسة لف سيريات سميين مركز سي آموسيا من باو حلوية بس كيفين شكل تجيها كيفين هو ملحدين مركز حلو النمو حاشر أبو الحكيم وهو حلو يدين شري مركز دمالي وحو كدر ذا من مركز ذي إله الآن بي أهاي وحو كدر ذا من أولي نقص الرئيس وإن ما مشاكل تؤقاد يكدر ذا من دون ترين كاسروحنا كمبحثنا حتى قوة ضبيعيين تاعه تاني كاسو كشري أول كسر بيت إني شفته ويا مسنين وهو يوم مسلك الله هذانا اللي مصاهر بيجي دول كوي نوع إنه عرق نبتي ولا تاجن نحن ترى الأرض دول كوي ولا تهاملة فن إني بخت هاي يعني همدي وحالي ده وح عند دقائق لهين أو قللا تهامل لينا دقائق ما لو قللا سو وين ما تمر ترى الأرض دول كوي ولا تهاملة فن يضرب قللا بما سيد ميتة فإذا أنزلنا مركب كد جن عليها دشيا الماء بيو اهتزت ويد دقاق بالنبات لنبات مركو صباح يعرض ويد كلا دقاق سوما ماشي النبات كصبي فحقي حقي عيدي وكلا وحين ويصارعي والربط ويد كرنقن كرب يحوي يالا هذا ماشي عدار في الدور قلن كرب تاك بعد نودي مركز مالك الدوسة وكرب يوحو اللي بيوت تاقين وانبطت وحيد لن أرضاد من كل زوج نوع كسك كل بهيج وقرع بغن يا أرضاد فتاقول هذا ماذا بكتاك أرددي هذا ما يتكأيد وبختك عيد مركو روبك وقد يسلمك كيما معاش فيكو يارك صباحية قبل كون عنده يارك صباحية فرينا وحضرك عدارك وصوه دفورة يقيديه على انت كصور دقين يا ذا كيسا تابا ما تكو قرتاوين سيادة دفير يسال بالألم ترى الأرض أرضدي وهذا كهاملة سنين يقللن تايو لما تايو ميتة تايو
فإذا أنزل الله مركان كده جن عليها بشهادة الماء بيها انتزت ويدق دقاق نبات كي كدق دقاق ومركسو نبات كسو بحساسة أكلا شاحتنا ويدقاق والربط ويزيادة وكرب مسفر المركي بيه قلا كرب يساو بصو في عنبات ما كسو بحي وانبطت وحيدة لمن كل زوج نوع كست كل بهيدنا غرح سلم بيدنا تاقلنا هذا نبال أقادة الله إنه وحسو عليك ذلك زلزلة الصاعة هي سعلين تعددك وألا سعلين أيهم بسبب أن الله الله هو الحق وصابده السجن وجوهه وصدايه وأنه الله نجد الموتى واحد انتين وونه وليه وأنه الله على كل شيء لا في كل جن قدير وكره وأن ساعة ساعدنا أتية وإيمان إيسا لا ريب شكنا فيها في إتيانها إما تكيدك مجلو وأن الله الله يبعثه في الصوصارة من في القبور قبور تدرك في الصوصارة وحالي دين شاقي وللي هاي بطي والسنة يوهل كاسا لقى أبو رئي زلزلة الصاعي وحصر المركات أوباته وحاقوا السببا وخالق أؤى الله حقه ثابتا وجيبتان كالله يكتسن الله سبحانه وتعالى واحد انتهي سلا سؤالنا لن الشيء والبون ووكرا شيء قوي ساعدنا ويموال لهما وصي ديار قروبة قبورها والاستصابحين والبيار نقضى للي أحوى حساسرين وحل بين يمال ما يشمي يالان ذلك أبور كاليدين أبوري يزلزلة الصاعة يسعلين فلسعلينين بسبب أن الله الله هو الحق الصابد والسجل والجرة وأنه ألنا يحيي الموتى واحد في السجع المولاية وأنه ألنا على كل شيء لارك كل قدير في كروية وأن ساعة ساعدنا آتية وإيمان لا ريب شك في هذا الحديد معها وأن الله ألنا يبعثه في الصوصاري من في القبور قبور توحى كتير ونبو على صوصاري سيدا قتل كروية ومن الناس ذاتك وحاكم إذا من ضد باكم إذا يجادل كمرمي في الله في قدرة الله ألا قدرة سكمرمي غير علم العلم الآن علم يسوي قال نمتره ولا هدن هنون الآن وما يلدليش نمتر سيعيد الضبس عضو ولا كتاب كتاب الآن منير أو افتيمي أو حق بادل يهي حق واضح يهي مجران علم يعني وحوي علم يسوي يقال فكرتي سماها حنون يوحف الضبس عضو الدليل نمتره وح كتابه وحيه السود له تحرى عيانا مجره هدان إلهي وحبط مطر يولي يايو مجره ليه أصنام سنية وحنا وقد بفيشين يايو بذلك قارب ما كمد كوا قفك معانسة أمركا كيوها روحوها مقلب كددك دبصع له كوا كمعانسة ويسيسو تاغنو وحو قرم بجرين كانت كسيدارا ثانية عيسي حالو لين عيسى اللي حيني لقونت لين عيسى اللي حين محسي داولي اللي يضل إنو ضدك كلم يعن سبيل الله ألو الذبيس لو نكا وحوسنا في الدنيا الدنيا خزين دل باوسنا ديو دل يحمام بكنا لانو مركز مواب لغا تخلصي ونذيق هو أن الدنسين بوالا ليه يوم القيامة في عذاب الحريق قبيد عذاب كذا عذاب كوح قبات وعدتك بلا شيء سجد ضوضا ويقون علم لهين فكذا إيجو يفلسفات إيجو أي وطان كد ضوضا وهلك سؤالي وعليها إلهي مسوع عليك أردتك ما هو السليم سوع عليك وأكون ويبربطين واحد دليلها يا ملك فكذا في عن ملك عدو واحد كلاتها شدي ملك كذي بسيو تاغن كيه رب ملاه يردان الله وفليه من الناس من يجادل في الله بغير علم علم هي فكرة يسبوها يميا ولا هدى هنون هي الدليل وضبس عدانا ميا ولا كتاب كتاب نمي منير اكتيما يحقا مجران الدبقلين ثانية عد فيه لقنتي سحالة الله بي ومرك حق الله شاهده يساوي سيجي تجري أبو جهل وكالك سوقا ولكن النبي الله محمد حقه شاهده يحقه سيجي تجري ثانية عد فيه مركي منافقين الله يرى لو وخوصهم ماذا حيثاو مرميرين يرى حقنا يقنع يعني عدفك وقنع رسائي سجده وياه ما حيثاو يلا يلا يضل إنه اللوميه عن سبيل الله ألا ودبي سددك اللوميه مركا يسوه اللومي ملاها اسماله علمت با واحد لغطينه وح اللوميه له وحاوسون هذا إنك النعاسة ددك النعاسة في الدنيا دنيا خيز الدنيا كل يبن ننحق الديدي وادلو ذي حتى هدون نولي هاي دلهم باوضا بين إيا خرف إيا نباته ونذيقه هو أن الرسين إن أبو الله إليه يوم القيامة قيامة يوم في عذاب الحريق جبد عذاب كذا يعني العذاب الحريق عذاب سوح جبين يقال له وحلول يا مرك عذاب كلا قليو ذلك عذاب كاسد بسبب ما شيء سببته ويقدمت أيه رمر سيداك قعمها وحد قعمها كوه رمر يلول يا أفعاش إنت بدن بقى قعمها لقى قبتها يعني واحد هرمر ستوي كذا واحد هرمر ستوي أتكيدان سيدي بتيجي كذا ذلك عقاب تاسي
يقال له وحلاله والغو بيورين بما قدمت يداك قعمها وحي ورمر سدين وين وأن الله ألنا سبحانه وتعالى ليس ماها بظلام كل ظلميه للعبيد أدومها ظلام يقول لدى عربية جاهد أمثلة مبالغة ظلام ضرار كرعبرنا ليش ماها سدى نسبة ويثم ظلام بذي ظلمي ظلمي كل صاحب ما أسد إلا أن ظلام هديل إلى ظلمي بدنين معها ظلمي لكن غيب باشي وفين غن مركا نسبة لدى فعال بالغو نسبة يا فعال تمار من كتبير تأيدية تمار بالليه كنرك يبي بزاز بالديه كعبك يبي عباد ما كذل الله ليس بيدي ظلم ظلم أحد صاحب ماها الله سبحانه وتعالى للعبيد أضمها وظلميه الله سبحانه وتعالى هب يلا تمزل قفنا لباتهم ونجيسنين الله مع عقابه سبحانه وتعالى ومن الناس الذكى وحاكم إذا من ضد باكم إذا يعبد الله إلا عابد على حق لنعبيك عابديا لنعبيك عابديا فإن سابه هدي وأصيب ومرك الدين تصوغ له خير وخير قبل ويلو النسوء فرضه ونلاله وحزق بدنه له إذ ما أن به وكوح سري إذ ما أن به دي الدين وكوح سري وإن سابه هدي فتنة الامتحان قبل يبقى وحبد لي ويلي وفرضه بعد لي ويو قاش ووبك هذي انقلب وحبوك دوم على وجهه جهادي شيء ومرك ولا كيمت ويجب يقولنا غنيا خسرت يا دنيا ومو خسارة نكاس وحوش بها لماي رزقه وثبي النعمه وثبي مهله حتى الدين تكبحه وهل الملك والآخرتنا وخسر عذاب قليل ذلك خسارها آخرية دونه هنا هو يسوى الخسران وخساره ويا المبنوعات لبس يوضع لشيغي وحالي يبدو حاشري شرمية ومدينة من شري وأعرابها ريباديه وحيليهم دين في بالقاذ النبي إليه مركز هذه السنة مرواقا نغطو عرور أولا طويلة لي فرضه أولا ورزق في عنه لو أن مدينة عدو كذي قبني ألا له دين تنوى دين ولا تنبو لي أفقوك لي هذه دباته كتما دنا والدين توابك دين باسه هروء وقبحي أن ني يهودي أنا والا شاقي ني يهودي أه يا دين تسوق علي مركزا يو فقير نغضي عرور في وحبا كدنتي دين تنو خير بمنا يوسك قبح متكستبها آتين ذلك قيبو حاشر الدين تنتهي لنا عكسه وقلاه وحوية مركي أي إلي سجدتانه وحوية أكبر ريان وأنه كل شيء يشير لي هذا قلت قد هو ضعيف مركي وحوية دباتي سمادانه والدين تنتهي الدين خير لما ما أهي لي ومن الناس ذكا وحاكمين من ضدبا كمين يعبد الله ألا عابد وعلى شيء قي ويل إتوبيان هو اللي حبود سوى إسلامي ماذا قاتي وكذلك حبود دي وحسو آليه وحاول يدنا اللي يرد يعني هو حكى السوق تلطوح السوق سبعين شري مركو قال كهذا سبعين بوارك وحول قوة المحيين يقول ومسلم بالي مركو حالة جميلة إذا قوة المسلم ما هتوما يعني هذا سبعين شري هم سبعين يعني تعيد ولا سعيد نقوم له إلا واسل السيد والمج وشير عنك هذا وواقع عدين الله وحول يهاي فإن سابه هدو أصيبه خير وخير هدو أصيبه أو برواق الله كل ما إدم أن وكنا جنبه بالدين وكنا جنبه وإن سابوا فتنة لباتية بلاية هذي أصيبته انقلبوا وفقوك الدوم على وجهه جهدي وملك وركيه خسر الدنيا ده وخساري يوال آخرة آخرة بأدونك وخساري وحتى مرك الدين تي خبحي فزق يوح الدوني يمهلي آخرة وخساري دي عذاب بقلي ذلك خسارها سين هو الخسران المبين خسار وين وعدو يدعوه عابد مشرك من دون الله ألا غيث ما شيء لا يضره عن لبين وما شيء لا ينفعه أنا فعين ذلك وحنبي النفع طون لهين ولا عابدانا والضلال بعدي ويا البعيد أفق قفك هير كان قاعد عقل حلو وحك قبل وحو حلو ترينين هدي الدين أو حلو يلين هدي الدين وهدي عابد وحلو ترين قفك عابد قفك هذا قصني من شجاع مركب وحوي والضلال آد سقوي قفك وسيد قانونا ويا ذكتها دعاء مركب قرآنك دعاء دعاء مسالي دعاء عبادة الله ما دبوالي عبادة يا عابد كان كدعاء لي بريادنا الدعاء لينا لبدو بان القرآن كوي كتيرا وين إسلاج ما لبدو إلان أحد كانت عابد يسو وحبات كررتها سوما مركا لبدو بوا ممنوع وحا ألا كليدي ليه يعني عد كلا مركا أسا ما يسو وخلاصه وكان نبي قولها الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة بريادة وعبادة الدول حيروني بريادة ألا كليدي أدبر يسا دان عد كلا اللي حسوا خطروني يدعو العابد من دون الله ألا غير ما شيء لا يضره عن لبين هدود ديده وكعاش الجرابه
وما شيء لا ينفعه أنا فعين هدوء عابده ذلك حسنا هو الضلال البالي وهي البعيد أفض يدعوه عابد مشرق لمن أحد عابد ضره لبكيس أغربوه كدويا من نفعه واعتركيس لبيس وحاق المولى قرقاراح قرقارها وحمترها ولبكيس يدفتيس لبكو فسوه الرئيل اليوم ياحن ولبيس وحاق العشير الصاحب باحن صاحب كحن مياشرة وحدب ما يدفع ذن كهلين مشرا ملكا وحوية لبكيس يدفتيس لبكيس أكدو معنى هذا وحوية لف ملي ما معنى وهذه لبك الله نافر لف بلوت الإماء وحوية انت هذا ولد لف بقاني وحبا بأذن هلين لبكي وكوي من عذاب كي وبكنا ملكا وأدونك بواسطة وانا آخرا للي وحو عابدا يعني ووحد لبكيس يدفتيس لبكيس كدو يهايو ملكا قيامة تظهروا نار تتقل ياوين نفعنا ما بشي بقول يعني واتهفل جاتية سوية يعني سيدي واح نفعنا كهلية ببلا كهلية الله قصة قادية نفعنا ماشي متو وربك هدي الله دافع نفعي لجاري ماي يدعو في عبد الملك وح غير الله هو العابد ومن باساسة وخير لا وول يدعو في عابد لمن أحد ضره لكيس أغربه وخده إلى من نفعي نفعي إيسا معنى أدي ونفعي بجاري يبتي بابا يا بمرك ورب سرد كل سوقلي ذلك السلاسة هو الضلال البعيد ذلك وحا مدادين لبيس وحاح المولى ناصف قرقاري قرقار لقدونك أوكاك حلمي أدرك وحقب مجدف مع الله ولبيس العشير الصاحب باح إن الله الله سبحانه وتعالى يدخل وحوق لن الذين هو أمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلياء الصالحات عمل وناسا جنات جنوي تجري أسعون من تحتها وسيد ألنها من تحت أشجارها وقصورها تقض باسلا أوها سعونا يا وحر البالي وحر الله وحر قفت الدونة وحر الله وحر الدونة خمس يملا يمحوها عانو يبيو يوه هو البتو قاتي سعلا وانا قال وحاوه يا الانهار صارحة ويوه فانا كاس اسكي يا عيال تحتيح بأمضاهنا ميلا يمرانو الى اهو يمرانا أمضاهنا وحاوه خبر الله ومذا المضحنا كحنونين اللقونا والانين ولهم عنها ينزكون بالين مضح ورير ملح خبر قاس وانا معان خبر الله دونك ادبي سخلا فتينه خبر الله دونك وحال الله ايشيه ويخلاده يبالي معان ملي بالي وحاك الله نسيق مضحا كحنونا لين ذات اغلقنا وي باب بيسا خمرقة آخرة ومعان لفتيس ومعان أبدا ذلك هذا ذو كدون ماذا حنوني ورير مدنا نملح خمرقة آخرة الله وحو ليه إن الله لا يصل وحوق لنا الذين كنوا أمنوا مؤمنوا وعملوا الصالحات عملوا ناسا عمل فلاي جنات جنيوني تجري أسعته من تحت أوصي الأنهار واديان إن الله الله سبحانه وتعالى يفعل وحو فلا ما يريد وحو دونيه معناه هو يقفك عقابته مطي وشركك الليني الله وحود دوني إنه ناس جيد قفك مؤمنك أو عملك صالح على لي مدنة الله وحود دوني إنه جنة جيد هذا نمع ذلك قصبك ما هو إنه كان مؤمنك صالح أو جنة جيد قصب الله كما هو كائن ناس جيد قصبك ما هو لكن عدل إيسا سيدة كيني انقفوا لبوحهم مطلوا الله كل حساب سمع عدل إذا كيني إن الله لا يفعل وحوسا ما يمال يريد وفجون من كان قفك أخ يظن كي أم ليني أن لن ينصره الله محمد إنه أن له قرقارين في الدياء بيدي والآخرة لبضبة فليمدد بلها أتاق وهأفذي بسبب حرق إلى السماء السبدة سبدة قرقي سبب الحرق هكو صاحبه ثم ليقدع نفسه نفسي تهدو يهي سوعيشي انتو حرق هلك هكو صاحبه اللي قمت إسسنه هاي سوقيشي وصار نفسي تهكو تره فلينظر دوادات نبال هاي هل يجبن إنه تكسيه كيده حيلة ذاته ما يغيده وحكا على قريه ونبي محمد قرقار فيه بل إنه حيلة ذاته نبي محمد قرقار كتعليسه بل سيراه يسكده بل إنه كعلبة ساه يسكده يوه معنى هو لا بد الله إنه نبي محمد قرقارين مركا قال الله لها اللي مركا مركا هو مركا نبي هو أركيه إلا قي الحوق بدنيا هاي ولا قد عيدا بدنيا هاي ولا بحولا بدنيا هاي بيها هاي مركا سال لي بل إنت هذا واحد بسمسة الله سبحانه وتعالى قرقار فيه نبي محمد هو حاضر وشوغة بل وحكست إسكده يا أوه إن أتقرقاتها هرجوك سنكرتان بل إيه وإنت هكليوين ما هرجوك سنكرتان علماء غاربا كفا السري إنت حارك سمد السري إنت أغانو حارك أصير رعان ترى الجندا بل وحي هي قرقات فدوشك حق سركي من هكسو قويين تاس مركو موافق سنة وحا صحة قفكي دون كي ملاينة نبي الله محمد إن الله آخر يدونو قرقاري ولا قرقار كيسي أونه هليني
انتو حالي هالكا اسكاحلو وحق السارة كسوحلو النفطة اسكتشرو والبحيالة داو السمايي اني نبي محمد قرقار كتوسي ينكلا وحي عرق اليسو نبي محمد قرقار كي سماهي فلين عرضا سيكب حدي ينكلا اوكو علمها من كان قفيا يظنك أم ليني أن لن يسره الله الله إن النبي محمد أقرقارين في الدنيا الدنيا والآخرة لمدرة فليمددها أتابها أفضيه بسبب الحرق إلى السماء السماء يعني إلى السماء بيتي ترقيس حقيس سر حرقها كسوحنا ثم ليقضع نفسه نفسي سهشر ليختنق هيس عيشيو هل ثم فليمددها مدنها يعني هكوفي ترويا اللي إليس كلمتك هكوفي ترى هل يريدون أن تكسير يكيد حيال الديساس ما يغيده وحي على الجهلين ونبي محمد قرقات ديساس بل عرها تفضل يوم الله سبحانه وتعالى.